نعم للاب، أبدأ بهذا الخبر العاجل، وهو أوامر جديدة أصدرها الجيش الإسرائيلي للإخلاء في مدينة خان يونس جنوب القطاع. قبل قليل طالب الجيش الإسرائيلي بعض سكان مدينة خان يونس وأحياء منها بضرورة الإخلاء والتوجه إلى المناطق الإنسانية التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها إنسانية. مدينة خان يونس جنوب القطاع لليوم السابع على التوالي تشهد عملية عسكرية، كل يوم يوسع الجيش الإسرائيلي في هذه العملية ويطالب أو يصدر أوامر إخلاء لعدد من المناطق، ربما أكثر من 59% من مدينة خان يونس الآن هي منطقة إخلاء، وينفذ الجيش الإسرائيلي عملية بها. هذه العملية المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، حصيلة شهداء مدينة خان يونس فقط خلال 24 ساعة الماضية وحتى هذه اللحظة تجاوز 50 شهيدا في ظل القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي تنفذه الآليات والطائرات الحربية الإسرائيلية. صباح اليوم الجيش الإسرائيلي استهدف منزلين في منطقة بني سهيلة شرق المدينة ومنطقة الزنة أيضا شرق المدينة، وحصيلة هذان الاستهدافان هو 12 شهيدا وصلا إلى مجمع ناصر الطبي. وبحسب جهاز الدفاع المدني أن هناك أيضا ما زالت جثامين شهداء ملقاة في الشوارع منذ بدء العملية، ويصعب على طواقم الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم، ومن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه تنتشله وتنقله إلى مجمع ناصر الطبي الذي بات يتكدس أيضا بأعداد الجرحى والمصابين نتيجة هذه العملية المتواصلة منذ أكثر من أسبوع. هذا التصعيد في مدينة خان يونس جنوب القطاع يتزامن مع استمرار القصف الجوي والمدفعي على المحافظة الوسطى وتحديدا مخيم النصيرات ودير البلح. هذان المخيمان أيضا منذ عدة أيام وهما يشهدان قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، وارتقى خلال هذا القصف عدد من الشهداء، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى دير البلح. أيضا نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عدة غارات على حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء، تم نقلهم إلى مستشفى الميداني وسط المدينة. هذه الحرب المتواصلة، حرب الإبادة لليوم الرابع عشر بعد المئة الثالثة، يفاقم بكل تأكيد من الواقع الإنساني الذي يتدهور بصورة دراماتيكية نتيجة استمرار هذه الحرب ونتيجة منع وإصرار إسرائيل على عدم دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والمستهلكات الطبية لسكان قطاع غزة وإلى المؤسسات الدولية. هنا يتفاقم الوضع الإنساني بصورة دراماتيكية، وتتفاقم أوضاع النازحين التي تتدهور أوضاعهم بشكل يومي، ويجدون صعوبة في توفير قوت يومهم، في صعوبة في توفير المياه، في صعوبة في توفير الحطب من أجل توفير الخبز. هناك في ظل النقص الحاد في غاز الطهي يلجأ الفلسطينيون إلى توفير الحطب من أجل إعداد الخبز، ولكن منذ 10 أشهر والفلسطينيون يعتمدون على الحطب، الأمر الذي بات ينفقد هذا الحطب من الأراضي ومن قطاع غزة نتيجة استهلاكه بشكل كبير خلال الأشهر الماضية كما ذكرنا، في ظل نقص غاز الطهي. كل هذا يأتي، وربما هذا اليوم هو اليوم الخميس، يعتبره سكان قطاع غزة اليوم المفصلي في الحرب، في ظل أو بالتزامن مع انعقاد جولة المفاوضات ظهر اليوم في الدوحة، والتي غادر صباح اليوم وفد إسرائيل مكون من رئيس الموساد. نعم لله. أعذرني على المقاطعة هنا عامر، لأول مرة أنا يمكن أسألك هذا السؤال اليوم بالحديث عن هذه الحرب ما بعد المئة. اليوم كفرق صحفية، كفرق إعلامية اليوم في القطاع، حضرتكم كإنسان كيف تمارسون عملكم اليوم في القطاع في ظل كل ما تشاهدونه وما تنقلونه لنا على الهواء؟
يعني منذ بدء الحرب ومنذ بدء ومنذ إخلاء مكاتبنا الرئيسية في مدينة غزة بدء الحرب وانتقالنا للعمل. نعم عامر. عامر هل تسمعني؟ على ما يبدو بأننا فقدنا الاتصال، وقطع الاتصال يمكن يشرح كيف تعيش اليوم الفرق الصحفية في نقل الواقع من قطاع غزة. جزيل الشكر لك عامر من دير البلح، كان معنا مراسل اليوم عامر الفرة، شكرا جزيلا لك.